الخير، مدينة كركسون اليوم راح علي القطار. زين ما قاعد قلت خلاص اصور هذا المكان، اسمه بلاس جامبيتا، طبعا متروس تماثيل، هذا العلم الفرنسي. اصوركم المكان والحدائق مالته. هذا التمثال صراحة من الروائع. جي مستانس. اي والله طه بدا يضحك مستانس. اللوحات موجودة بالمتحف. ليش اليوم احد حتى بشر ماكو بالشارع؟ هاي اول مره اصعد التماثيل اتصور. Thank you.
صغيرة، ودمتم سالمين.